الرحيم، شكرا للزميل مشعل جوهر ولضيوفه الكرام في الاستديو. التحليل ختام لقاءات هذه الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي في القسم الثاني للدوري العام لكرة قدم. الصالات لهذا الموسم 22-23، ولقاء اليرموك بنادي التضامن بعد انتهاء اللقاء الأول لهذا اليوم ما بين العربي وكاظمة العربي اللي ذهب للدور نصف النهائي رفقة كاظمة كصاحب مركز ثاني بانتصاره على الكويت بثمانية أهداف لأربعة. حاليا ترتيب الدوري العام لقدم الصالات: كاظمة في الصدارة، العربي في المركز الثاني، الثالث الكويت، الرابع اليرموك، الخامس التضامن، والسادس الغطية، السابع السالمية، وفي المركز الأخير النصر. حاليا ايش اللي راح يحصل في الدوري العام لقدم الصالات؟ كاظمة والعربي في الدور نصف النهائي، القادسية راح يلتقي بالكويت بين ثلاث لقاءات، والمنتصر في لقاءين يذهب لملاقاة صاحب المركز الاول كاظمة بالمقابل اليرموك. والتضامن ايا كانت النتيجة في هذا اللقاء، تعادل، انتصار لليرموك، انتصار للتضامن، سيلتقون في الادوار الاقصائية في العاشر من مارس القادم من ثلاث لقاءات، والمنتصر في لقاءين يذهب بعد ذلك لملاقاة العربي. حكام هذا اللقاء: الحكم الأول سعد العنزي، الحكم الثاني ياسر مقصيد، الحكم الثالث أحمد المنصور، والميقاتي سمر العنزي. التضامن بزية الاحتياط الأبيض راح يلعب على يمين الشاشة بتشكيلة الضم، شاري الظفيري في حراسة المرمى، كالفن وديو، محمد العجمي، وعبد العزيز براشد بقيادة المدرب الجديد جيرار مورينو. بالمقابل اليرموك بقيادة فونسيكا يلعب هذا اللقاء بالمطيري في حراسة المرمى، عبد الله راشد، فواز الراشد، ساعد الخضاري، وخافي في ظل غياب لعبد العزيز البسام داعي المرض. ألف لا باس على عبد العزيز البسام، وغياب كذلك محمد ماجيكي، حسن الموسوي، ومهدي بوشيري بداعي الإصابة. الحراس الثلاثة مصابين في اليرموك، وكذلك إيغور مصاب، كمية إصابات كبيرة في نادي اليرموك. المطيري حاليا، الخضاري، عبد الله راشد، السهلي، وخافي، الخمسة الموجودين على أرضية الملعب بالزي الكحلي لنادي اليرموك على شمال الشاشة. كرة مع مساعد الخضاري، مساعد يلعب تمريرة خاطئة إلى كالفن، وصلت إلى ديو، ديو لعبد العزيز براشد، وتهدئة اللعب من عبد العزيز، دينامو الفريق في التضامن. كالفن حاول المرور من امام خافي، لعب تمريره لديو، ديو لمحمد العجمي، وصلها لعبد العزيز براشد للعجمي. تبادل التمريرات ما بين لاعبي التضامن والبحث عن هدف اول. هذه الجوله شاهدنا بالامس انتصار كاظمة على التضامن، او كاظمة على النصر بثمانية اهداف مقابل لا شيء، وانتصار السلمية على القادسية 6-1، 15 هدف شاهدناه بالامس، واليوم شاهدنا 12 هدف في اللقاء الاول ما بين العربي والكويت، يعني حصيلة الأهداف 27 هدف من ثلاث لقاءات. وبراشد كان من الممكن عزيز أنه يسجل الهدف 24 لهذه الجولة، ولكن فرصة عزيز الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. رجعت الكرة للمطيري، لعب التمريرة مع مساعد. اليرموك يلعب هذا اللقاء بمحترف وحيد بعد مغادرة تاليس داماتا وإصابة إيغور، يلعب بخافي الإسباني فقط. بالمقابل التضامن بمحترفين الاثنين بكالفن وديو، وبمدرب جديد بعد إقالة الإسباني جوس مانول، والاستعانة بجيرارد مورينو البرتغالي صاحب 61 عام، واللي خاض تجارب في الأندية الأوروبية ما بين فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وحاليا يدرب نادي التضامن. ديو ينجح بالمرور، ديو يلعب الكرة العرضية ولكنها اصطدت بالسهلي وطلعت لخارج أرضية الملعب. غياب كذلك الدبابة نجيب منذ أربع جولات عن نادي اليرموك: مهدي بوشهري، حسن الموسوي، محمد ماجيكي، نجيب، حمد حياة، إيغور. إصابات اليرموك. بالمقابل التضامن يعتبر مكتمل الصفوف، تضامن دعم صفوفه في هذا الميركاتو الشتوي بناصر الرشيدي كابتن الفريق السابق اللي كانت لا تجربة في الموسم الماضي وفي بداية هذا الموسم كذلك مع نادي النصر، يرجع لفريقه الأساسي وهو نادي التضامن.
في هذه الفترة الشتوية. ديو لعب التمريرة مع كالفن. سليفي بعدها من أمامه وصلت إلى خافي. خافي لعب التمريرة مع أحمد. لسالي رجعها للخضاري مساعد إلى خافي. تبادل التمريرات ما بين لاعبي اليرموك، البحث عن الهدف الأول سواء كان لليرموك أو للتضامن لغاء تحصيل حاصل ما بين اليرموك وما بين التضامن. تضامن في المركز الخامس انتصاره، يعني وصوله للمركز الرابع بكل الحالات. سيواجه نادي اليرموك، واليرموك في المركز الرابع انتصاره سيبقيه في المركز الرابع، تعادله سيبقيه في المركز الرابع، هزيمته ستبقيه في المركز الخامس. تعادل الفريقين يبقيهم على نفس مراكزهم كرابع وخامس. كالفن لعب التمريرة مع عزيز. براشد إلى ديو. ديو والتسديدة القوية والمطيري الصدى للكرة الأخيرة. أبعدها للسالي واصطدت بالإخضاري وطلعت لخارج أرضية الملعب. رجعت لليرموك بالركلة إدخال. ركلة الإدخال لليرموك. فونسيكا بقدومه لنادي اليرموك. تحسنت النتائج مع اليرموك بعد بداية كارثية كانت مع خواكيم كيتو في هذا الموسم. الانتصار كان في الجولة الأولى لليرموك على الغاتسية بستة أهداف مقابل لا شيء. بعد ذلك الهزيمة من السلمية 7-6 والهزيمة من الكويت 7-4. الانتصار على النصر من ثم العودة مجددا لسكة الهزائم بهزيمة كانت من التضامن ومن العربي ومن كاظمة. أنهى الدور الأول اليرموك بست نقاط فقط، لكن العودة في القسم الثاني بعد أن خسر في بداية القسم الثاني من القادسية انتصر بعد ذلك على العربي وعلى النصر وعلى كاظمة وعلى الكويت، وصل ل21 نقطة ويأمل بوصوله للنقطة 24. لو انتصر في هذا اللقاء، يعني 24 نقطة لو وصلها اليرموك، راح يكون بفارق 3 نقاط عن كاظمة اللي أنهى الدوري متصدر للترتيب، وعليه أن يلوم نفسه فقط اليرموك لو انتصر في هذا اللقاء وكان بفارق 3 نقاط عن الأول أو نقطتين كذلك عن الثاني العربي. عليه أن يسأل نفسه عن النقاط الضائعة بهزائمه من أمام القادسية ومن أمام السلمية والتضامن والكويت وكاظمة والعربي. لسهلي يلعب تمريرة طويلة ناحية خافي لكنها طلعت لخارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة، وترجع للتضامن من ركلة الإدخال. رجعت للتضامن من ركلة الإدخال. كالفين لمحمد العجمي لعب التمريرة مع أبو راشد عبد العزيز. الدوري سيتوقف ويستأنف في 10 مارس القادم بلقاءات الأدوار الإقصائية ما بين الكويت والقادسية والتضامن واليرموك والعربي وكاظمة. ينتظرون الإخضاري لعب تمريرة مع السهلي خطيرة هذه للتضامن أو لليرموك، لكن إبعاد كان في الكرة الأخيرة وصدت بالسهلي وطلعت لخارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة، وترجع حاليا للتضامن من رمية المرمى. رجعت للتضامن كالفن. الدوري راح يتوقف حتى 10 مارس القادم. منتخب الوطني كرة قدم الصالات سيخوض لقاءين وديين أمام المنتخب الإماراتي هناك في الإمارات. مساعد المدرب هو اللي راح يقود تدريب المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات أمام المنتخب الإماراتي الشقيق في لقاءين وديين للسهلي، ولكن الظفيري إبشاري الجدار يخرج من مرمى ويبعد الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب. الأسماء اللي راح يضمها مدرب المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات سيتم الإعلان عنها بعد نهاية هذه الجولة. ما بين اليوم وغدا سيتم الإعلان عن الأسماء اللي راح تمثل منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات في اللقاءين الوديين أمام المنتخب الإماراتي. عبد العزيز براشد، محمد العجمي، نجيب، عبد العزيز البسام، مساعد الخضاري، محمد ماجيكي، محمد الهزيم، فهد الخواري،
عبد الرحمن الطويل، علي السيف، صالح حيدر، صالح الفاضل، امشار الظفيري، محمد الحربي، العلبان والنومس والكندري، غانم الرشود، يوسف الخليفة، وسلطان الماجد. كل هؤلاء الأسماء مرشح للانضمام للمنتخب الوطني لكرة قدم الصالات، كذلك حمد حياة. لكن ننتظر الإعلان على الأسماء اللي راح تمثل المنتخب الوطني. العجمي أبو راشد، العجمي أبو راشد، التورنيدو والدينامو والثنائية للمنتخب الوطني. قادم الأيام، قادم الأيام، الثنائية اللي راح تعمر في الملاعب بإذن الله في قدم الصالات. التورنيدو العجمي لعبها للدينامو، أبو راشد في شباك المطيري، يأتي الهدف الأول للتضامن وتصبح النتيجة حاليا بهدف للتضامن ولا شيء لليرموك. بعد مرور ست دقائق مرت من هذا الشوط الأول، هدف للتضامن سجله محمد العجمي، أو سجله عبد العزيز بن راشد بصناعة محمد العجمي، ولا شيء لليرموك. ديو يغيب، عبد الله عبد الصمد كابتن التضامن على الفريق، كالفن يلعب التمريرة، كالفن ولكنها تصطد وترجع للمطيري. محمد الصراف، ومساعد الخضاري، خافي، فواز الراشد، والمطيري. خمس لاعبين موجودين على أرضية الملعب من نادي اليرموك. بالمقابل التضامن بديو، محمد العجمي، كالفن، شار الظفيري اللي يخطف في هذه الكرة، فواز حاول اصطياد الكرة الأخيرة، فواز، لكن التغطية الرائعة من محمد العجمي في الكرة الأخيرة وإبعادها لخارج أرضية الملعب إلى ركلة الإدخال لمصلحة التضامن. ركلة الإدخال للتضامن. علي الملا، فواز الراشد، خافي، حسين الشاب، إبراهيم العوضي، عبد الله الخضر، ركان بو حيمد، صالح الحمادي، أحمد المطيري، وأحمد السلي. الأسماء الموجودة في هذا اللقاء لنادي اليرموك. الحربي لعب تمريره وصلت الى باتو، يلعب تمريره للحربي خطيره هذه لمصلحه التضامن. الثاني للتضامن، وهذه المره اللي سجل الحربي بتمريره من باتو. عبد الله سالم لعب التمريره للحربي، استلمها، دار على نفسه وسدد وسجل الهدف الثاني، وتصبح النتيجه حاليا بهدفين للتضامن ولا شيء لليرموك. هدفين للتضامن ولا شيء لليرموك. انتصار التضامن يعني انهاء للدوري في المركز الرابع ب 23 نقطة. خافي لعب التمريرة مع فواز، تضامن هزم فقط من كاظمة ذهابا وإيابا، مع القادسية انتصر ذهابا وخسر إيابا، مع الكويت انتصر ذهابا وتعادل إيابا، مع السالمية كذلك انتصر ذهابا وخسر إيابا، ومع النصر انتصر ذهابا وإيابا كذلك. اليرموك بالمقابل لم يتلقى الهزيمة من نفس المنافس في هذا الموسم ذهابا وإيابا، لأن خسر من الكويت والسالمية ذهابا وانتصر عليهم إيابا، خسر كذلك من كاظمة ذهابا وانتصر إيابا. يعني لقاءاته مع القادسية انتصار وهزيمة، مع الكويت انتصار وهزيمة، مع كاظمة انتصار وهزيمة، مع العربي انتصار وهزيمة، مع النصر انتصارين من دون هزيمة، مع التضامن هزيمة ذهابا، وقد تكون اليوم الهزيمة إيابا. مساعد الخضاري لفواز الراشد، لعب التمريرة مع خافي، خافي خاطئة، تمريرة الخضاري وصلت إلى ديو لحارس مرمى مشاري، الظفيري مع كالفن وصلت الى ديو، تبادل تمريرات رائع ما بين لاعبي التضامن، وصلت الى كالفن خطيره هذه، ولكن الابعاد بعد ذلك من محمد الصراف لخافي، ضغط عالي من كالفن ومن محمد الحربي. الكره طلعت ورجعت للتضامن من ركله الادخال. يغيب عبد الله عبد الصمد،
عن التضامن ويغيب عامر الهاجري. تمريرة طويلة ناحية باتو. طارت عليه الكرة الأخيرة تطلع لخارج أرضية الملعب. وترجع لليرموك ولأحمد المطيري حارس مرمى اليرموك اللي وجد نفسه كحارس أساسي في اليرموك بعد إصابة محمد ماجيكي وحسن الموسوي ومهدي بوشهري. يمني النفس اليرموك أن يكون مكتمل الصفوف في العاشر من مارس القادم بعودة حمد حياة، عبد العزيز البسام، نجيب، إيغور، حسن الموسوي ومحمد ماجيكي، لأنه سيحتاج كل هذه الأسماء إذا ما أراد المنافسة على بطولة الدوري العام لقدم الصالة، وكذلك إذا ما أراد المنافسة في مجموعة الموت من كأس الاتحاد لكرة قدم الصالة، المجموعة اللي وضعت اليرموك مع الكويت وكاظمة والعربي، ووضعت المجموعة التضامن مع النصر والسلمية والقادسية. مساعد إخضاري لعب التمريرة مع العوضي إبراهيم لمساعد خافي خافي لمساعد الإخضاري أبعدها الحربي من أمامه، لكن كان هناك لبسة يد على محمد الحربي في الكرة الأخيرة، لذلك الفاول يحتسب لمصلحة اليرموك من الإخضاري لخافي العرضية، ولكن أبعدها كالفن. أبعد الكرة الأخيرة للركنية كالفن، ترجع حاليا لليرموك من الركنية. خافي لعب الكرة العرضية وصدت بعبد الله سالم وطلعت إلى ركنية ثانية على التوالي لمصلحة اليرموك. الركنية الثانية لليرموك مساعد الإخضاري يلعب الكرة العرضية لكن من دون أي متابعة تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع للتضامن من ركلة الإدخال. كالفن لعب التمريرة مع ديو، عبد الله سالم حاول المرور في الكرة الأخيرة طالت عليه وطلعت لخارج أرضية الملعب، ترجع للتضامن من ركلة الإدخال. عبد الله سالم الحربي لديو، ديو رجعها إلى كالفن، رجعت لديو يلعب التمريرة الطويلة ناحية باتو. السلام مميز باتو لكن صدالها المطيري، تصدالها المطيري وصلت لإبراهيم العوضي لمصلحة اليرموك. إبراهيم يحاول المرور ولكن الإبعاد بعد ذلك من الحربي. كالفن خروج مميز بالكرة من كالفن، مرور أول وثاني وثالث كالفن. الله يا كالفن، الله يا البرازيلي، مرور أول وثاني، كملها بالثالث وسجلها باللمسة الرابعة كهدف ثالث لفريق التضامن. تصبح النتيجة حاليا بثلاثة أهداف للتضامن ولا شيء لليرموك. الله على الانطلاقة الأخيرة من كالفن، الله على الهدف الثالث، أجمل الأهداف في هذا اللقاء حتى هذه اللحظة، ثلاثة أهداف للتضامن ولا شيء لليرموك. ثلاث أهداف للتضامن ولا شيء لليرموك. خافي لعب التمريرة مع العوضي مساعد، إخضاري قائد على أرضية الملعب سواء بشارة أو بدون شارة. مساعد كان يتحامل على نفسه في الجولات الماضية رغم الإصابة ولعب لقاءات وهو مصاب. حتى يعاون فريقه بالتأهل للمربع الذهبي عودة عبد العزيز البسام والتعاقد مع فونسيكا، تألق حياة وإيغور وحسن الموسوي بعد إصابة كذلك ماجيكي، بوجود نجيب تمكن اليرموك من الوصول للأدوار الإقصائية. خافي ولكن كالفن في إبعاد الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب، أبعدها كالفن للركنية لليرموك.
إعادة كانت للكرة الأخيرة والمحاولة لليرموك من أجل تغليص الفارق الكرة معه. اليرموك من الركنية ساعد في التسديدة، صدت براشد وطلعت لخارج أرضية الملعب. موسم رائع قدمه مساعد الخضاري، كذلك صالح حيدر، وموسم أكثر من رائع قدمه مع كاظم صالح حيدر وعلي السيف مع نادي الكويت. براشد والعجمي مع التضامن، وممكن حاليا الرابع العجمي، ولكن كرة العجمي صدالها المطيري واصطدت في القائم وطلعت لخارج أرضية الملعب إلى ركلة الإدخال لمصلحة التضامن. ركلة الإدخال للتضامن، إعادة للتسديدة القوية اللي كانت من محمد العجمي. براشد، كالفن مع عزيز، سدد الكرة الأخيرة واصطدت وطلعت إلى ركنية للتضامن. ركنية للتضامن، 30 هدف حتى هذه اللحظة في اللقاءات الأربعة، 7 أهداف في لقاء السالمية والقادسية، 6 للسالمية وهدف للقادسية، 8 أهداف في لقاء كاظمة والنصر، 8 كانت لنادي كاظمة، 12 هدف في لقاء العربي الكويت، 8 منها للعربي و4 للكويت، و3 أهداف في هذا الشوط الأول حتى هذه اللحظة للتضامن في شباك اليرموك. من ركلة الإدخال الكرة رجعت للسلي أحمد والعبد الله راشد ولليرموك. عبد الله راشد لاعب المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات سابقا، ولاعب العربي وكاظمة والنصر واليرموك في هذا الموسم، سدد الكرة الأخيرة ويتصدى لها مشاري الظفيري وتطلع لي خارج أرضية الملعب. عبد الله سجل في الجولة الماضية في شباك العربي. لعب تمريرة ناحية العوضي، استلام خاطئ كان منه في الكرة الأخيرة، رجعت لعبد الله راشد. عبد الله سدد الكرة ولكنها اصطدت بعبد العزيز براشد وطلعت لخارج أرضية الملعب إلى ركلة الإدخال لليرموك. تسديدة بعيدة طلعت ورجعت للتضامن من رمية المرمى مشاري الظفيري لكالفن. كالفن مع ديو ومحمد العجمي وعبد العزيز براشد والظفيري، بالمقابل اليرموك بأحمد السهلي، عبد الله راشد اللي مع الكرة، فرصة تغليس الفارق عبد الله، ولكن كرة عبد الله راشد أبعدها عزيز براشد. حاول يلعب التمريرة لحسين الشاب في الكرة الأخيرة ولكن حسين كان متأخر فيها. عبد العزيز براشد فرصة الرابع لكن أبعدها حسين الشاب لخارج أرضية الملعب. ترجع الكرة من الركنية حاليا للتضامن، من الركنية رجعت للتضامن، محمد العجمي استلام وتسديدة من العجمي. يا سلام يا سلام، تورنيدو وثنائيته في هذا اللقاء، محمد العجمي صنع الأولى لبراشد وبراشد عادها له في المرة الثانية، وسجل حاليا العجمي الهدف الرابع لفريق نادي التضامن. العجمي وبراشد ديو وكالفن والأهداف الأربعة لنادي التضامن في شباك اليرموك، 4 أهداف للتضامن ولا شيء لليرموك. أحمد السهلي والمحاولة اليرموك خافي والظفيري يتألق في الكرة الأخيرة عبد الله راشد ولكن تسديدة ضعيفة رجعت لمشاري. الظفيري لعب التمريرة مع ديو، ثنائية محمد العجمي، هدف لبراشد أو هدف لمحمد العجمي وهدف لبراشد وهدف لمحمد الحربي وهدف كان لكالفن، 4 أهداف وممكن الخامس حاليا للعجمي محمد في هذه المحاولة والتسديدة، ولكن صدالها المطيري أحمد ويبعدها لخارج أرضية الملعب إلى الركنية لمصلحة التضامن. الركنية لمصلحة التضامن، محمد العجمي لعب الكرة العرضية ناحية كالفن، كالفن لديو، محمد العجمي خاضئ التمريرة الأخيرة ولسهلي في إبعادها من أمامه. سلي أبعد الكرة الأخيرة من أمامه، طلعت لخارج أرضية الملعب ورجعت لمصلحة التضامن. تضامن حاليا
بناصر الرشيدي، محمد العجمي، عبد العزيز براشد، وكالفن. العجمي بالكعب يلعب الكرة الأخيرة لكن خارج أرضية الملعب. ترجع لليرموك من رمية المرمى، 4 دقائق وثمانية وخمسين ثانية على نهاية هذا اللقاء في الشوط الأول ما بين اليرموك والتضامن، ختام لقاءات الجولة الأخيرة من دور التمهيدي في قسم الثاني للدوري العام لقدم الصالات لهذا الموسم 22-23. عبد الله راشد، خاطئة من عبد الله، العجمي لعبها لأبو راشد ولكن يبعدها من أمام العوضي إبراهيم لخارج أرضية الملعب للركنية لمصلحة التضامن. الركنية لمصلحة التضامن. عبد العزيز، براشد إلى كالفن، لعب تمريرة مع الرشيدي، فترة التوقف هذه راح تكون مهمة حتى 10 مارس لعودة اللاعبين المصابين لفرقهم. اليرموك مثلا لعودة نجيب، حمد حياة، عبد العزيز البسام، ومحمد ماجيكي، وإيغور، والموسوي. التضامن لعودة عامر الهاجري، وعبد الله عبد الصمد. الكويت لمحاولة استعادة عبد الرحمن المسبحي، وعلي السيف، وعدنان النجدي في ظل الإصابة راح تبعد عبد الله حياة عن الموسم بالكامل. القادسية لاستعادة كذلك يوسف الخليفة وسلطان الماجد، الوادي والسلمان والقويفلي والطريجي وبديح. ثلاث دقائق وخمسين ثانية على نهاية هذا الشوط الأول من لقاء العربي أو من لقاء اليرموك والتضامن. العربي انتصر على الكويت، كاظم انتصر على النصر، والسلمية انتصر على القادسية. كاظم 27 نقطة في الصدارة، العربي 26 نقطة في المركز الثاني، الكويت في المركز الثالث 26 نقطة، لكن العربي في المركز الثاني بدلا عن الكويت لأنه انتصر على الكويت ذهابا وإيابا. المركز الرابع اليرموك ب 21 نقطة لكن مؤقتا في المركز الرابع، لأن في ظل هذه النتيجة الكبيرة لو انتهى اللقاء بانتصار التضامن راح يكون في المركز الرابع، والخامس راح يكون اليرموك، والسادس راح يكون القادسية. بكل الأحوال القادسية راح يلتقي بالكويت واليرموك بالتضامن. كرة أخيرة طلعت لخارج أرضية الملعب ترجع للعجمي وللتضامن من ركلة الإدخال. محمد لعب الكرة مع ناصر، الرشيدي أعادها للعجمي، يرجع محمد الحربي وديو إلى أرضية الملعب. محمد الحربي حاول المرور في الكرة الأخيرة وأبعدها العوضي من أمامه أو علي الملة ليبعد الكرة الأخيرة حاليا ليرموك بعلي الملة، حسين الشاب، عبد الله راشد، واحمد للسلي، وحراسه المرمى للمطيري احمد. عبد الله راشد تمريره مميزه ناحيه للسلي، احمد حاول التسديد في المره الاولى وفي المره الثانيه تصدى لها الظفيري وطلعت للركنيه 2:40 على نهايه هذا الشوط الاول من لقاء اليرموك والتضامن. احمد للسلي، عبد الله راشد لحسين الشاب، وصلت للملا علي، حسين ينجح بالمرور، كرة عرضية من دون أي متابعة، كرة عرضية أخيرة من دون أي متابعة طلعت لخارج أرضية الملعب ورجعت للتضامن من ركلة الإدخال. ركلة الإدخال للتضامن، جيل شاب في التضامن، محمد الحربي، بشار الظفيري، عبد العزيز براشد، محمد العجمي، عبد الله سالم، وتدعيمه بأصحاب الخبرة بعبد الله عبد الصمد وناصر الرشيدي، ووجود محترفين رائعين مثل كالفن وديو. تغطية من ديو على الكرة الأخيرة تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع من رمية المرمى للظفيري وللتضامن.
لكن أعتقد أن التضامن بغض النظر عن هذا الموسم، الموسم القادم يحتاج لتعزيزات للاعبين بخبرة أكبر كذلك. على سبيل المثال لو يستعين التضامن بلاعب بيفوت مثل فهد غالب أو خالد الشمري أو ناصر القلاف من نادي السالمية، بوجود هذه الترسانة الشابة وتدعيمها بكالفن وديو سيكون شيء رائع للتضامن. من ركلة حرة حاليا الكرة مع التضامن لديو، فاولين على التضامن وفاولين على اليرموك، 4 أهداف للتضامن ولا شيء لليرموك. ديو سدد الكرة الأخيرة ديو وبعدها المطيري لخارج أرضية الملعب إلى ركلة الإدخال. ناصر الرشيدي حاول في الكرة الأخيرة وبعدها الملة من أمامه صدت بناصر وطلعت لخارج أرضية الملعب ترجع لي اليرموك ولعبد الله راشد من ركلة الإدخال. صراف تمريرة خاطئة من محمد شوط أول يقترب من نهايته. ناصر لعب التمريرة مع الحربي اصطدت بعبد الله راشد وطلعت لخارج أرضية الملعب ترجع لناصر الرشيدي وللتضامن من ركلة الإدخال. ديو مشاري الظفيري لعب التمريرة مع ديو البحث عن هدف خامس من التضامن قبل نهاية هذا الشوط الأول ب50 ثانية. ديو لمحمد الحربي تمريرته خاطئة. ناصر أخطأ في إبعادها الرشيد وصلت للصراف. محمد يرجعها بالخلف لحارس مرمى المطيري. أحمد السلي لعبد الله راشد. علي الملة تمريرة عكسية تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع حاليا للتضامن من ركلة الإدخال 20 ثانية. على نهاية هذا الشوط الأول من لقاء اليرموك والتضامن عبد الله سالم باتوا في الكرة الأخيرة بعدها من أمام السلي أحمد وطلعت إلى ركلة الإدخال 6 ثواني أخيرة. على نهاية هذا الشوط الأول بتقدم التضامن ب4 أهداف مقابل لا شيء أمام اليرموك. ديو واستهلاك الثواني الأخيرة لهذا الشوط الأول. نرجع حاليا بعد انتهاء هذا الشوط الأول بتقدم التضامن ب4 أهداف مقابل لا شيء أمام اليرموك للزميل مشعل جوهر ولضيوف الكرام في الاستديو التحليلي. مشعل تفضل الصوت والصورة معك. الزميل مشعل جوهر ولضيوف الكرام في الاستديو
التحليل الأسطورة حمد العثمان والكابتن أحمد العصفور عودة مجددا، وأحداث الشوط الثاني من لقاء اليرموك والتضامن. شوط أول انتهى بتقدم التضامن بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام اليرموك. شوط ثاني يبدأ واليرموك راح يكون على يمين الشاشة بتشكيلة تضم أحمد المطيري، مساعد الخضاري، محمد الصراف، خافي وأحمد لسهلي. بالمقابل التضامن بعبد الرحمن براشد في هذه التسديدة، ولكن المطيري يتصدى للكرة الأخيرة ويبعدها لخارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب، التضامن يبدأ هذا الشوط الثاني بعبد الرحمن الجلاوي في حراسة المرمى، محمد العجمي، عبد الله سالم، براشد وكالفن، الصراف، محمد مع مساعد الخضاري، وصلت للصراف يحاول إرجاع التبريرة لمساعد الخضاري، لعبها بعد ذلك لخافي، خافي لمساعد الخضاري مع الصراف، محمد يحاول مرور الفاول من عبد الله سالم على الصراف، فاول يحتسب لمصلحة اليرموك. الأول كاظمة والثاني العربي، الثالث الكويت والرابع اليرموك، الخامس التضامن والسادس القادسية، السابع السالمية، وفي المركز الأخير الثامن النصر. فاول لليرموك، خافي تركها لي محمد الصراف، محمد تسديدة قوية ولكنها صدت في المرة الأولى وصلت ناحية السلي، التحام مع كالفن، الاثنين على أرضية الملعب أحمد السلي وكذلك كالفن، لكن كالفن ينهض والسلي كذلك ينهض، والكرة ترجع مع الجلاوي ومع التضامن من رمية المرمى، عبد الرحمن لعبد الله، عبد الله لكالفن، محمد العجمي، براشد يلعب التمريرة الطويلة ناحية كالفن، تمريرة كالفن لباتو، العجمي تك الكرة من أمامه خافي لمساعد، الخضاري يتغدى في هذه الكرة مساعد ولكن أبعدها عبد العزيز براشد ويكمل إبعادها لخارج أرضية الملعب محمد العجمي، تطلع الكرة وترجع لليرموك من ركلة الإدخال. طلعت الكرة ورجعت لليرموك من ركلة إدخال مساعد، الخضاري لعبد الله راشد، تسديدة عبد الله راشد صدت وصلت لمساعد، الخضاري لخافي حاول المرور، كالفن افتك الكرة من أمامه مرتدة لمصلحة التضامن، عبد الله راشد يلعب التمريرة الأخيرة من دون أي متابعة، رجعت سهلة للجلاوي وللتضامن، العجمي لباتو، كالفن بين الأقدام لعب التمريرة لعبد العزيز، براشد لباتو، تمريرة خاطئة منه وصلت للصراف، فرصة تغليس الفارغ الصراف ولكنها بعيدة لخارج أرضية الملعب، لخارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة ترجع للجلاوي، عبد الرحمن وللتضامن من رمية المرمى، هذا محمد الصراف ساحب التسديدة الأخيرة اللي راحت بعيدة لخارج أرضية الملعب ورجعت للتضامن من كالفن، العجمي لبراشد، محمد تمريرة مميزة ناحية عبد الله سالم، باتو في التسديدة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، خروج مميز من لاعبي التضامن من مناطقهم بتمريرة رائعة كانت من العجمي ناحية عبد الله، السلم بشكل مميز سددها قوية ولكنها طلعت إلى خارج أرضية الملعب، خفي لمحمد الصراف، محمد لعبد الله راشد، مساعد الخضاري، ساعد مع الصراف، عبد الله راشد، ابعدها عزيز براشد، يا سلام من دينامو التضامن، لعب التمريره ناحيه العجمي ولكن تصدي مميز كان من المطيري، تصدي مميز كان من المطيري لكره هدف خامس كان من الممكن ان ياتي من العجمي، خافي لعب التمريره مع مساعد الخضاري للصراف، براشد يبعد الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب لاطمئنان على سلامة محمد الصراف لاعب اليرموك، اللي كان يطالب بخطأ في الكرة الأخيرة
ياسر مقصيد الحكم الثاني، والحكم الأول سعد العنزي، الحكم الثالث أحمد المنصور، والميقاتي سمر العنزي. كالفن لعبد العزيز براشد، محمد العدمي لعب تمريرة مع كالفن، عبد الله سالم، كالفن والضغط العالي من لاعبي اليرموك، وصلت لعبد الله سالم مرتدة سريعة، هذه لعب التمريرة ناحية العجمي، العجمي براشد، جول جول الخامس، الخامس للتضامن، العجمي ابو راشد والخامس ياتي للتضامن بتمريره مميزه كانت من محمد العجمي لابو راشد. الدينامو يسجل ثنائيته في هذا اللقاء والعجمي يصنع الهدف لابو راشد، وتصبح النتيجه حاليا بخمسه اهداف للتضامن ولا شيء لليرموك، والعجمي حاليا على ارضيه الملعب. اتمنى له السلامه ويعود يستكمل اللقاء رفقه زملائه في التضامن. خمسة أهداف للتضامن ولا شيء لليرموك، هدفين لعبد العزيز براشد، هدف لمحمد العجمي، هدف لمحمد الحربي، وهدف لكالفن. الخمسة أهداف اللي سجلوها التضامن، بالمقابل ولا هدف حتى هذه اللحظة لليرموك. الجلاوي عبد الرحمن لكالفن، عبد الله سالم الى ديو، لعبد العزيز براشد يحاول ابعاد الكره من امام خافي، افتكها من امام خافي لمساعد الخضاري، وفرصه تغليس الفارغ لليرموك. الصراف في التسديده ولكن كالفن يبعدها الى خارج ارضيه الملعب، ابعدها كالفن لخارج ارضيه الملعب. جيرار مورينو مدرب التضامن بعد الاستغناء عن جوس مانول، وفونسيكا هو مدرب اليرموك بعد الاستغناء عن خواكيم كيتو، وخواكيم كيتو هو مدرب الغاتسية بعد الاستغناء عن لويس، والكوتش مبارك الحسيني هو مدرب الكويت بعد الاستغناء عن فونسيكا. بقى احمد الرومي مدرب للسالمية، وعبد الله شيخان مدرب للنصر، وكذلك فيليكس مدرب لنادي العربي، وتياغو مدرب للكاظمة. أربع فرق غيرت مدربيها، وأربع فرق بغيت بنفس المدرب اللي بدأت مع الموسم. كالفن من الركنية حاليا للتضامن يلعب الكرة العرضية، صدت وصلت إلى ديو، ديو لعبد العزيز، خاطئة من ديو ناحية كالفن، تطلع وترجع لخافي ولليرموك من ركلة الإدخال. محمد الصراف لعبد الله راشد، يغادر الصراف ويدخل ركان أبو حامد، ركان لعب تمريرة مع خافي لحارس مرمى المطيري، عبد الله راشد صعبة عليه كانت الكرة الأخيرة. التمريرة من كالفن ناحية براشد، عبد العزيز والهاتريك، عبد العزيز والهاتريك، ولكن إبعادها بعد ذلك من عبد الله راشد، واصطدت براشد وطلعت لخارج أرضية الملعب، وترجع حاليا لليرموك. ترجع لليرموك خافي، فواز الراشد غيب عن اليرموك، نجيب، حمد حياة، عبد العزيز البسام، محمد ماجيكي، سليمان العمران، حسن الموسوي، مهدي بوشهري، وإيغور يغيب عن التضامن. بالمقابل عبد الله عبد الصمد وعامر الهاجري، كالفن مرور مميز في الكرة الأخيرة منه، لعب التمريرة للعجمي، ولكن المطيري، المطيري أحمد يتصدى لكرة محمد العجمي ويحرمه من تسجيل ثنائيته في هذا اللقاء. براشد، فواز حاول المرور الراشد، طلع
طالت عليه الكرة الأخيرة وطلعت ورجعت للتضامن من ركلة إدخال العجمي لديو ينجح بالمرور تسديدة قوية من ديو ولكن لخارج أرضية الملعب. لخارج أرضية الملعب من ديو يبتسم لتسديدته الأخيرة اللي كان من الممكن أن تأتي بالهدف السادس لفريق التضامن خافي. اللقاءات الإقصائية من البلاي أوف في العاشر من مارس القادم وقتها وبنسبة كبيرة راح يكون عبد الله عبد الصمد وعامر الهاجري موجودين مع التضامن وبنسبة كبيرة كذلك محمد ماجيكي ونجيب عبد العزيز البسام حمد حياة إيغور والعمران راح يكونوا كذلك موجودين مع نادي اليرموك وقتها اليرموك عندما يلاقي التضامن في العاشر من مارس القادم سيفتقد لخدمات مهدي بوشهري ولحسن الموسوي فقط بالمقابل التضامن من المفترض أن يكون كذلك مكتمل للصفوف. قادسية والكويت كذلك سيلتقون بالبلاي أوف. قادسية يأمل كذلك بعودة لاعبين المصابين فهد الطريجي الغويفلي السلمان سلطان الماجد ويوسف الخليفة وليو ومحمد بديح. فواز الراشد افتك هذه الكرة التسديدة والجلاوي ولكن يأتي الهدف يأتي من ركان بوحيمد يسجل الهدف الأول لفريق اليرموك يسجل الهدف الأول لفريق اليرموك ولكن يصاب في الكرة الأخيرة ركان بوحيمد. تسديدة فواز صدالها عبد الرحمن الجلاوي ولكن بعد ذلك أكملها في شباك الجلاوي ركان بوحيمد ويصاب في الكرة الأخيرة. ركان بوحيمد لكن يعود يقوم بخير ركان بوحيمد صاحب الهدف الوحيد لفريق اليرموك. أصبحت النتيجة حاليا بخمسة أهداف للتضامن وهدف لليرموك. خمسة للتضامن وهدف لليرموك. كالفن ديو مع محمد العجمي عجمي لديو رجعت لمحمد محمد الحربي ديو ضغط عالي من الصراف افتك الكرة بشكل مميز وصلت لعبد الله راشد عبد الله لفواز الراشد مع احمد السهلي اللي أتى في هذه الفترة الشتوية لليرموك أحمد السهلي ركان بوحيمد لعب التمريرة مع فواز الراشد فاول يحتسب لركان. بوادر رائعة يقدمها هذا الركان بوحيمد مع اليرموك كلاعب شاب سجل هدف وحصل على فاول. 11 دقيقة و 47 ثانية متبقية. يا جيرار يا مورينو مدرب التضامن متصل حتى هذه اللحظة بخمسة أهداف لهدف. الفاول لليرموك عبدالله راشد تسديدة من عبدالله ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. تطلع الكرة الأخيرة وقت مستقطع حاليا يطلبه جيرار مورينو مدرب نادي التضامن عبارة عن دقيقة بعد انتهائها. لنستكمل التعليق على هذا اللقاء ما بين اليرموك والتضامن.
انتهت الدقيقة اللي طلبها جيرار. مورينو مدرب نادي التضامن. ديو يلعب التمريرة الخاطئة. رجعت لديو. كالفن. كالفن وضغط عالي كان من ركان. بو حامد على كالفن. رجعت الكرة لليرموك من ركلة ادخال فواز. الراشد لأحمد السلي. أحمد مع ركان. عبد الله راشد. فواز مع السهلي. تبادل تمريرات رائع ما بين لاعبي اليرموك. البحث عن الهدف الثاني بعد ان سجلوا الهدف الاول. فواز الراشد. تغطية كانت من ديو. وصلت الكرة للجلاوي عبد الرحمن. محمد الحربي لديو. غادر عبد الرحمن الجلاوي ودخل سعود الظفيري. جيرار مورينو بدأ اللقاء بمشار الظفيري. الشوط الثاني بدأ به عبد الرحمن الجلاوي والآن يستكمل الشوط بسعود الظفيري. الثلاث حراس يشركهم جيرار مورينو. ركلة الإدخال عبد الله راشد لفواز. لعبها بالخلف للمطيري حارس مرمى. أحمد السهلي أخطأ في الكرة الأخيرة. ديو لبو راشد. ديو السادس 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 لمصلحة التضامن ما بين ديو وبو راشد. وتبادل التمريرات يأتي الهدف السادس لمصلحة اليرموك أو لمصلحة التضامن في شباك اليرموك. ستة اليرموك في شباكة دخلت كأهداف من التضامن. هدف وحيد سجل اليرموك. تبادل التمريرات الرائع ما بين الدينامو بو راشد وديو يأتي بهدف سادس للتضامن في شباك اليرموك. أحمد لسهلي مع ركان. أبعدها سعود الظفيري من أمامه لخارج أرضية الملعب. ترجع من الركنية أو من ركلة الإدخال لليرموك. تسع دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية على نهاية لقاء التضامن واليرموك. صار التضامن يعني وصوله للمركز الرابع وترك اليرموك خلفه في المركز الخامس. ايا كانت النتيجة في هذا اللقاء اليرموك والتضامن سيلتقون في البلاي اوف في العاشر من مارس القادم مثل ما سيلتقي نادي الكويت بالقادسية. محمد العجمي مرور رائع من امام براشد. ترجع من ركلة الإدخال لمصلحة اليرموك. ركلة الإدخال لليرموك. عبد الله راشد مع ركان. وحامد العجمي وصلها لعبد العزيز. براشد ناحية ديو لكن لسهلي. أحمد يبعدها من أمامه لخارج أرضية الملعب. تطلع الكرة وترجع لمصلحة التضامن. كالفن محمد العجمي من ركلة الإدخال لعب التمريرة مع كالفن. براشد خاطئة منه وبعد ذلك كذلك تمريرة كانت خاطئة من فواز الراشد.
رجعت للتضامن 8 دقائق ونص على نهاية لقاء كاظمة أو نهاية لقاء التضامن باليرموك براشد لديو وأحمد المطيري. تصدى لتسديدة ديو اللي اصطدت بديو بعد ذلك وطلعت. هذا ديو بطل الشامبيونز ليج مع سبورتنج لشبونة في موسم 2019. الملة لفواز الراشد، علي لعب التمريرة خطيرة هذه لمصلحة اليرموك، لكن خروج مميز كان من سعود الظفيري وإيقاف اللعب لاطمئنان على سلامة لاعب اليرموك. حسين الشهاب إعادة للكرة الأخيرة والالتحام اللي كان ما بين سعود الظفيري وحسين الشهاب. رجعت الكرة لمصلحة التضامن من كالفن. تمريرة مميزة ناحية ديو، ديو السابع ولكن ضاع وتصدى لها المطيري. ديو تلاعب في الكرة الأخيرة. ديو فواز الراشد يبعدها بعد ذلك من أمامه لخارج أرضية الملعب. بطاقة صفراء على عبد العزيز براشد. بطاقة صفراء كانت على عبد العزيز براشد وبطاقة صفراء كذلك على فواز الراشد. انذار كان لفواز الراشد وانذار كذلك لعبد العزيز براشد. 7 دقائق و44 ثانية على نهاية لقاء اليرموك والتضامن. 6 أهداف للتضامن، هدف وحيد لليرموك سجل ركان بوحيمد. من الركنية حاليا الكرة مع التضامن ديو. كالفن محمد العجمي لعب التمريره مع كالفن خطيره هذه لمصلحه التضامن. السابع هذه المره من كالفن وثنائيته مثل ما فعلها العجمي يسجل كذلك ثنائيه من كالفن. كالفن والثنائيه وبراش سجل ثنائيه وهدف كذلك سجل العجمي وهدف سجل الحربي. 7 أهداف للتضامن وهدف وحيد لليرموك. سبعة أهداف للتضامن وهدف لليرموك. أبعد الشهاب الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب. ترجع للتضامن من كالفن. بعد النصر اليرموك ثاني الفرق اللي تتلقى الهزيمة ذهابا وإيابا من التضامن. فعلها التضامن بالنصر والآن يفعلها مع نادي اليرموك. العجمي لعب التمريرة خاطئة وصلت لفواز الراشد ولكن كان هناك خاطأ وفاول لمصلحة التضامن. بلمسة يد كانت على فواز الراشد اللي عنده انذار. محمد العجمي كالفن ليديو علي شهاب أو علي الملة وصلت للعجمي. فرصة الثامن حاليا للتضامن. العجمي لعبها لباتو صدت في القائم فرصة الهدف الثامن ضاعت على التضامن. تبقى النتيجة بسبعة أهداف للتضامن وهدف لليرموك. 7 تضامن هدف لليرموك. 6 دقائق و20 ثانية على النهاية. حسين شهاب علي الملة لعب التمريرة مع العوض إبراهيم.
سعود الظفيري حاول في الكرة الأخيرة وأخطأ، والعوضي كذلك بدوره يخطئ الشباك ويسدد الكرة لخارج أرضية الملعب. عبد الله سالم لكالفن، وصلت للمطيري، أحمد لفواز، إراحة خافي، وإراحة كذلك مساعد الخضاري ومحمد الصراف، والاستعانة بالشباب مثل ركان بوحيمد اللي سجل الهدف الوحيد وحسين شهاب. فواز لعب التمريرة مع حسين، فواز مرور رائع من أمام عبد الله سالم ومن أمام كالفن، ينطلق في هذه الكرة لمصلحة فريق اليرموك، لعب التمريرة والفاول يحتسب على محمد العجمي، وبطاقة صفراء وإنذار على محمد العجمي، إنذار على العجمي، وإنذار كذلك كان على عبد العزيز براشد. يغادر أرضية الملعب العجمي ويدخل بديلا عنه ناصر رشيدي، التضامن حاليا بسعود الظفيري، ديو، كالفن، ناصر الرشيدي، وعبد الله سالم، واليرموك بفواز الراشد، حسين شهاب، او بركان بوحيمد، علي المله، وابراهيم العوضي، وصالح الحمادي في حراسة مرمى الفريق بعد مغادرة أحمد المطيري. تسديدة من الملة صدت بالرشيدي، وطلعت لخارج أرضية الملعب. هذا سعود الظفيري حارس التضامن الثالث في هذا اللقاء. بدأ اللقاء مشاري، بعد ذلك عبد الرحمن الجلاوي، وحالياً يأتي سعود الظفيري كحارس ثالث في هذا اللقاء لمصلحة التضامن. لعب التمريرة مع ديو، ديو لناصر الرشيدي، يلعب تمريرة مميزة إلى ديو، فرصة الثامن، ديو والرشيدي، الرشيدي ناصر يرجع للتضامن عشان يسجل، يرجع للتضامن ويسجل الثامن. تصبح النتيجة حاليا بثمانية أهداف للتضامن وهدف لليرموك. الثامن أتى من ناصر الرشيدي بتمريرة من ديو. ديو أنت اللي بقيت، أنت اللي بقيت وما سجلت يا ديو. سجل كالفن، وسجل العجمي، سجل الحربي، سجل الرشيدي، وسجل براشد، وأنت اللي بقيت يا ديو. علي الملة يلعب التمريرة، كالفن في إبعادها، حسين شهاب، العوضي لعب التمريرة ناحية ركان، تصدي كان مميز في الكرة الأخيرة، وخروج كذلك رائع من سعود الظفيري يبعدها لخارج أرضية الملعب. 8-1 أكبر نتيجة في هذه الجولة كانت 8-0 لكاظمة على النصر. أكبر نتائج الموسم كانت من التضامن، وانتصار 10-1 على نادي الكويت في إمكانية لتكرارها من التضامن. هذه النتيجة لو سجل هدفين في شباك اليرموك راح يكون هذا الموسم 2022-2023 أكبر النتائج المحققة في الدوري العام من الدور التمهيدي لكرة قدم الصالات ما بين قسم أول والثاني للتضامن بنفس النتيجة 10-1. مرة أولى كانت على الكويت، وممكن مرة ثانية تكون على اليرموك. كالفن ليديو يلعب الكرة العرضية، ولكن إبعادها بعد ذلك من حسين الشهاب. وبعدت الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب، رجعت من ركلة إدخال للتضامن لكالفن. ديو خاطئ التمريرة الأخيرة ناحية كالفن، ياسر مقصيد الحكم الثاني لهذا اللقاء، والحكم الأول سعد العنزي.
الثالث أحمد المنصور والميقاتي سمر العنزي. فواز للحمادي. الحمادي خروج مميز من صالح في الكرة الأخيرة وإبعادها إلى خارج أرضية الملعب، ترجع للتضامن من ركلة الإدخال من كالفن. عبد الله سالم، تمريرة مميزة ناحية ديو، ولكن خروج مميز من الحمادي. خروج مميز كان في الكرة الأخيرة من صالح. كالفن طالب بفاول موجود كالفن، وبطاقة صفراء ثانية وطرد على فواز الراشد. بطاقة صفراء ثانية وطرد على فواز الراشد، لن يشارك في اللقاء القادم لنادي اليرموك أمام التضامن في البلاي أوف في 10 مارس القادم. خطأ للأمانة، ما كان له أي داعي من فواز الراشد من أمام كالفن. حتى لو سجل كالفن بالنهاية النتيجة يعني 8-1 للتضامن على اليرموك، وبالنهاية الفريقين متأهلين للبلاي أوف والفريقين سيتواجهون في البلاي أوف. انذار ثاني مجاني وطرد كان على فواز الراشد، 2:53 على نهاية لقاء التضامن واليرموك. طرد على التضامن أو طرد على اليرموك. اليرموك يلعب ناقص العدد حاليا، يا إما لـ2:30 يا إما يسجل التضامن هدف ويرجع لاعب من لاعبي اليرموك لأرضية الملعب. ركان بو حمد يتغدى في هذه الكرة ويسددها، ولكن صدت بديو. صدت الكرة الأخيرة بديو وطلعت لخارج أرضية الملعب، ترجع من ركلة الإدخال لليرموك. ركلة الإدخال للتضامن. محمد الحربي وعبد الله سالم، ديو وكالفن وسعود الظفيري، 5 لاعبين الموجودين بالزي الابيض من التضامن، بالمقابل 4 لاعبين الموجودين من اليرموك على ارضيه الملعب بعد طرد فواز الراشد، ركان بو حيمد، حسين الشهاب، صالح الحمادي في حراسه المرمى، ومحمد الصراف. ديو الحربي يلعب الكره العرضيه ويبعدها الصراف، يبعدها الصراف لخارج ارضيه الملعب. رجعت للتضامن ديو. كالفن في هذه التسديدة القوية والحمادي يتصدى لها. حسين الشهاب يواجه صعوبة في إخراج الكرة من مناطق فريقه. عبد الله سالم، لا وجود لخطأ على ركان بو حيمد في الكرة الأخيرة، يلعب التمريرة خاطئة لخارج أرضية الملعب، ترجع لمصلحة التضامن من ركلة الإدخال. رجعت الكرة للتضامن، كالفن وديو، عبد الله سالم ومحمد الحربي، واليرموك بركان بو حيمد، حسين الشهاب، محمد الصراف والحمادي في حراسة المرمى. ديو لعب الكرة العرضية وباتو يسجل الآن، يسجل باتو، عبد الله سالم يسجل الهدف 10 والتاسع لفريق التضامن في شباك اليرموك. ديو يصنع مجددا ولكن لا يسجل، هذه المرة تمريرته لعبد الله سالم يأتي بالهدف 9 للتضامن في شباك اليرموك. 1:19 على نهاية هذا اللقاء ما بين التضامن واليرموك، 9 تضامن هدف لليرموك. الحمادي لعب التمريرة خاطئة من دون أي متابعة، رجعت للتضامن من ديو لمحمد الحربي. علي الملا أبعدها من أمام عبد الله سالم. عبد الله لديو. ناصر الرشيدي لعبد الله سالم. وصلت لديو. راحت للحربي 40 ثانية. الرشيدي ناحية الحربي لكن عكس الاتجاه. طلعت لخارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة. وترجع لليرموك من ركلة الإدخال. لمحمد الصراف. علي الملا مع الحمادي. صالح يتغدى في هذه الكرة،
صالح والفاول يحتسب لمصلحته ولمصلحة فريق اليرموك. فاول وانذار كان على ناصر الرشيدي. تقدم رائع لصالح الحمادي اللي توقف عن اللعب لثلاث مواسم، لكن بسبب ظروف اليرموك عاد وضحه ليكون مجددا مع اليرموك. بعدين كان مدرب للحراس في اليرموك، سجل كحارس في اليرموك في ظل إصابة محمد ماجيكي، حسن الموسوي، مهدي مشهري. كان يحتاج اليرموك لحارس، والحمادي بنفسه هو اللي عاد صالح لتمثيل اليرموك مجددا ولإبقاء الفريق في المنافسة بعد إصابة ثلاث حراس مرمى في اليرموك. علي الملة لركان، خاضية تمريرة محمد رجعت للظفيري سعود، لعب التمريرة مع باتو، عبد الله سالم ينجح بالمرور، خطيرة هذه للتضامن، ولكن تسديدة عبد الله سالم تصدى لها الحمادي صالح وابعدها لخارج ارضية الملعب. ترجع الكرة حاليا للتضامن من الركنية، ترجع للتضامن من الركنية، ديو يرجعها بالخلف للظفيري سعود، تسديدة سعود لخارج ارضية الملعب، تأتي الصافرة. مبروك للتضامن هذا الانتصار الكبير، هارد لك لليرموك. نرجع حاليا بالصوت والصورة للزميل مشعل جوهر ولضيوف الكرام في الاستديو التحليلي. مشعل تفضل، الصوت والصورة معك.